أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعة الحال كلكم سمعتوا بالاعتداء الإرهابي الأخير اللي استهدف الأمن الرئاسي، واللي أدى إلى قتل وجرح العديد من أفراد هذا الأمن الرئاسي. طبيعة الحال أنا متأثر مثلكم جميعا، وأريد أن أترحم على أرواح هؤلاء الشهداء، أسماءهم تضاف إلى القائمة الطويلة من شهداء الأمن، من شهداء الجيش، من شهداء المدنيين. أريد أن أتمنى من صميم الفؤاد الشفاء العاجل للجرحى. أتقدم بأحق تعازي إلى أهالي الضحايا، وأتقدم أيضا بتعازي لمؤسسة الأمن الرئاسي اللي هي مؤسسة عزيزة علي، تعاملت معها لمدة 3 سنوات وشفت ما يتمتع به أفراد هذا السلك من وطنية، من غير على تونس، من خدمة الدولة بصمت، بتواضع. أريد أن أحييهم وأشد على أيديهم، وأنا أقول لهم هذه الأزمة التي تستهدفكم هي أزمة تستهدفنا جميعا، ويجبكم تكون واقفين كما كنتم دوما. نحب نوجه أيضا رسالة للتوانسة، باش نقول لهم يجبكم تفهموا بالضبط العقلية نتاع هؤلاء الناس. هؤلاء الناس ما عندهم حتى مشروع سياسي، ما عندهم حتى وفق سياسي. كل ما يريدونه هو حاجتين: الحاجة الأولى هي بث الرعب في هذا المجتمع باش ما عادش تعيشوا بصفة طبيعية. أنا أقول لكم الإجابة الوحيدة على هؤلاء الناس هو أنكم تثقوا في أنفسكم، تثقوا في بلادكم، تثقوا في العالم، تثقوا في هذه الدولة، وأن تواصلوا العيش بكيفية طبيعية، لأن هذا هو سيكون الرد المفحم على هؤلاء المجرمين. الهدف الثاني بتاعهم هو بث البلبلة في المجتمع وهز أركان الدولة. الأحزاب تدخل في بعضها، الناس تدخل في بعضها، الناس تخول بعضها، الناس تلوم بعضها، الناس تحمل مسؤولية على بعضها. هذا كله مش وقته. اليوم الخلافات السياسية اللي هي طبيعية في كل مجتمع اسمها تتراجع أمام الخطر الذي يتهددنا جميعا، أمام الخطر الذي يتهدد المجتمع والدولة. اليوم لازمنا نكون كلنا يد واحدة وراء العلم، وراء الدولة، بدون أي حسابات أخرى. مش وقت هذه الحسابات، ويلزمنا نواصل تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الإرهاب، وهي خطة فيها الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب الثقافي آنذاك. إن شاء الله سنستطيع مواجهة هذه الأفة، وفي الأثناء الثقة، الثبات، الصمود، الصبر، هذا هو اليوم واجبنا تجاه بلدنا، تجاه مجتمعنا، تجاه العالم. تحية تونس، تحية الجمهورية.